نحن الموجودين أمامكم الآن وفد برلماني من البرلمان الليبي، قمنا بزيارة الحقيقة إلى البرلمان المصري وحظينا باستقبال الحقيقة وحفاوة بالغة من السيد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ونائبيه وكافة رؤساء الأحزاب والكتل السياسية بالبرلمان. بيان الوفد البرلماني الليبي استشعارا منا من مدى المخاطر التي تهدد سيادة الوطن وقوة مؤسساته السيادية والمالية وضرب مؤسسة الجيش في مؤامرة لتمكين الإرهاب والجماعات المتطرفة من مصادر النفط في ليبيا، خاصة لما تتمتع به ليبيا من موقع استراتيجي هام ليس بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقط ولكن بالشمال الأفريقي وحوض المتوسط والمغرب العربي، ولما تحظى به هذه الجماعات من دعم من دول أجنبية علاوة على استيلائها على ترسانة الأسلحة من مخلفات النظام السابق. ونحن إذ نعبر عن استهجاننا الشديد لما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة مارثون كوبلر في إدارة الحوار بعيدا عن الأمانة واحترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي والدقة في تنفيذ وثيقة الحوار نفسها والأعراف الديمقراطية والبرلمانية، وذلك بتمكين الإسلام المتطرف من التوغل على مجلس رئاسي من خلال لجنة الحوار التي تمثل ضيفاً يغلب عليه التطرف مما وجه الحوار إلى أن تصب نتائجه في مصلحة أطراف داخلية معينة، مما زاد في إرباك العملية السياسية.